هناك في عاصمة الضباب وأربع مباريات أخرى منقولة وكرة اللعب. ولكن 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 باتو باتو هو من يسدد وباتو هو من يسجل وباتو يحرز الهدف البرازيلي الثاني عند الدقيقة 68. هذه الإعادة سليمة 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 ما فيها شيء إطلاقا. التمرير الجميل والأداء الرائع والحفظ والتجانس، تمريرة كانت قاتلة أيضا من الياس، الياس هو من عملها. وباتو باتو باتو إلكسندر باتو البطة البرازيلية السريعة تسجل الهدف الثاني في مرمى المنتخب الإيراني في الدقيقة 68 من عمر المباراة.